صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في مقالة أهل السنة: ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، يقول: هل تقال هذه على إطلاقها؟ وهل تشمل الذنوب المكفرة؟ لا، ما هي على إطلاقها، هذا فيه نظر الإطلاق هذا، لأن هناك من الذنوب ما يكفر به، هناك من الذنوب ما يقتضي الكفر، مثل ترك الصلاة، ترك الصلاة هذا كفر، مثل السجود لغير الله الذي سبق قريبا، فيكفر من سجد لغير الله ولو لم يستحل هذا. نعم.